ما شين الجنوب وشنو من طيار بعدام شباب فقديش حضره شرير أمين. أيها الأحباء، اليوم هو لنا عيد وهو لنا أكثر من فرحة. هو عيد لوصول أحد رفات الرسل الذين عايروا الرب والذين أرسلوا من قبل الرب ليبشروا باسمه القدوس الرسول توما. مار توما الرسول أحد الرسل الذين بشروا بعدة أماكن بلدان في العالم إلى أن وصل إلى الهند. جاء إلينا اليوم ليكون بعض رفاته هنا في هذه الكنيسة ويقدسها ويقدس الشعب المؤمن الذي فيها. جاءنا بهذه الرفات مشكوراً على أتعابه وتجشمه، أتعاب السفر، نيافة أخي الحبر الجليل مار غريغوريوس صليب شمعون. جاءنا ومعه بركات مار توما الرسول ورفاته. وعلى ما أعرف ليس هناك رفات أي رسول في هذه الولايات المتحدة، فهو رفات أول رسول دخل الولايات المتحدة. نشكر صاحب النيافة ونشكر أيضا صاحب القداسة الذي أذن لنيافته أن يجلب معه هذا الكنز والذخيرة العظيمة بركة لنا ولكم وللأبرشية، لا بل للولايات المتحدة جميعا. كما أشكر أيضا نيافة أخي العزيز مار فليكسينوس صليب أوزنان، مطران ماردين وديار بكر في تركيا، الذي أبى إلا وأن يشاركنا هذه الفرحة العارمة. أراد أن يكون معنا في هذه الصلاة ويباركنا أيضا، فنشكره هو أيضا على أتعابه وعلى مشاركته لنا وعلى محبته لنا وعلى تجشمه السفر إلى أن يأتي ويشاركنا هذه الفرحة. فنرحب بصاحبي النيافة متمنين لهما إقامة طيبة بين أبناء هذه الرعية المؤمنة ليباركانا دائما وأبدا، متمنين لهم الصحة والعافية الجزيلة. نشكر أيضا الذين شاركونا من الآباء الأفاضل الكهنة الذي جاءوا من عدة أماكن، والذين منهم من كان كاهناً في هذه الكنيسة لمدة ما، إن كان منهم أيضاً من الشمامسة الذين كانوا يخدمون هذا المذبح، وأقصد فيه رعية مار توما الرسول. أذكر منهم الذين جاءوا وشاركونا هنا. وين أبونا؟ أبونا أفرام عدي كان شماس هنا هيك. أبونا يوسف كلو اللي خدم خدمة كاهن هون وهو أول كاهن رسم لهذه الرعية. وكمان بعد يجي كهنة تانين اللي أجوا واحد ورا الثاني وخدموا إلى أن وصلت
الخدمة إلى الأب الربان يوحنا سلامة الذي يقوم في خدمة هذه الأبرشية حتى اليوم. بارك الله بالجميع، وبدلا من خدماتهم أفاض عليهم نعمه ومواهبه السماوية، كما أيضا مهنئ الربان بذكرى 23 من رسامته كاهن. بارك الله فيك يا أبونا. الفرحة أصبحت أكثر من فرحة واحدة، أن أحد المؤمنين والذين كان حلما حققه لهذه الرعية، حلم الرعية أن يكون لها مكانا يستطيع الجميع أن يجتمعوا تحت سقف واحد سرياني عريق بتراثه بلغته، أن يسبحوا الله ويعبروا عن إن كنيستهم كانت الكنيسة